أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله أوجب الاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمور، وحرم النفس التي وحرم قتل النفس التي حرم إلا بالحق، وأمر بالمحافظة على الأنفس وصيانتها. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمر بالاجتماع وحرم الافتراق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي طريق الاجتماع والاتفاق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، نحمد الله الذي جمع شملنا وكبت عدونا ومن كل شيء سألناه أعطانا، فله الحمد على نعمه المتوالية ومننه المتتابعة. وقد مكن الله لرجال أمننا من الدواعش الخوارج الإرهابيين في الأيام الماضية بحادثة بالزلف، فنحمد الله ونشكره على آلائه ونعمه وفضله، ثم نشكر ولاة أمرنا ورجال أمننا الذين يقدمون الغالي والنفيس لدحر الدواعش والإرهابيين والمفسدين والحزبيين والإخوان المسلمين المفسدين المسلمين والإخوان المسلمين المفسدين المفلسين، ودحر كل ظالم وباغ ومعتدي ومفسد. فجزى الله ولاة أمرنا ورجال أمرنا ورجال أمننا عنا خير الجزاء، وجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم. أيها القانتون، إن الإرهاب نتيجة لمخططات من أعداء الدين والوطن، ونتيجة لتكفيرنا من أبنائنا بتغرير وخداع الأعداء في تنظيم القاعدة والدواعش والحزبيين والأحزاب كحزب الإخوان المفسدين المفلسين، ليطلقوا رصاصهم وإرهابهم على الموحدين في بلاد التوحيد. فالهدف عندهم تكفير الموحدين وقتلهم واستباحة دمائهم وأوطانهم، لأننا في نظر الخوارج الإرهابيين والحزبيين كفار، لذا دمروا بلادنا وممتلكاتنا وقتلونا وقتلوا رجال أمننا وحاولوا ولاة أن يقدروا، فقد كفرونا واستباحوا دماءنا. وعقيدة أهل السنة والجماعة كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لما لم يستحله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أيها المؤمنون، إن دماء المسلمين محرمة معصومة بالإسلام في نصوص الكتاب والسنة، والله عز وجل عصم
دماء المعاهدين والمستأمنين وكل من دخل بلادنا بعهد وأمن وسلام مع ولاة أمورنا. قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذه النصوص وغيرها كثير كلها تحرم قتل المسلمين وقتل المستأمنين والمعاهدين، وهؤلاء يربون شبابنا على استباحة الدماء والاستهانة بها. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. علق العلامة ابن عثيمين على هذا الحديث في شرحه للواسطية فقال رحمه الله تعالى: إذا قتل الإنسان مسلما قد يضيق الله عليه دينه فيكفر فيموت على الكفر. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم، سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري. أيها المؤمنون، إن إقامة حكم الله في الخوارج الدواعش والإرهابيين وقتلهم واجب شرعا على ولاة الأمور ورجال الأمن لتخليص المسلمين منهم ومن شرهم. فالخوارج الدواعش والحزبيون الإرهابيون كلاب النار، هم كلاب النار، خوارج فجار، كما وصفهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقد رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآيات. قال الراوي: قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. حسن. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الألباني. وعن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسأله عن الحرورية: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري ما الحرورية؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفنقة: هل علق بها من الدم شيء؟ رواه البخاري ومسلم. وبوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب
باب قتل الخوارج والملحدين. وقال شارح الحديث ابن حجر: هذا حكم الخوارج عند البخاري أنهم يمرقون، فاستدلالهم بهذا الحديث أنهم يمرقون من الدين فلذا يقتلون، وهذا واجب الولاة، وهذا حق المسلمين على الولاة أن يحكموا شرع الله في هؤلاء وأن لا يدعوهم وأن يفعلوا بهم ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصفه شر قتلى قتلاهم، أي أن الذي يقتل منهم فهو شر الناس، ووصف من قتلوه أنه خير قتيل. فإذا قتلوا مسلما أو رجلا أو أحدا من رجال الأمن فهؤلاء خير القتلى، لأنهم شهداء عند الله يرزقون، يدافعون عن دينهم وعقيدتهم وعن وطنهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله أيها المسلمون، إخوة الدين والعقيدة، هذه بلادنا بفضل الله يقام فيها شرع الله بمحاكم وقضاة يحكمون بشرع الله عز وجل بالكتاب والسنة. حكموا على 37 من الخوارج الفجار الدواعش المفسدين في الأرض، حكموا عليهم ويحكمون وما زالوا يحكمون في هذه المحاكم الشرعية على كل ظالم ومفسد وباغ ومعتد ومعتد ومخالف كائنا من كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أراد أن يفرق الأمة إذا كان أمرها مجتمع على رجل واحد، فقال اقتلوه كائنا من كان، رواه مسلم. وهؤلاء ولاتنا يحكمون شرع الله ويقيمون حدود الله ولا يخافون في الله لومة لائم. فنحمد الله على إقامة شرع الله وتحكيمه فينا وبيننا، فله الحمد أولا وآخرا، ثم الشكر لولاة أمرنا ولرجال أمننا ولقضاتنا وعلمائنا، فتعاونوا يا عباد الله مع رجال أمننا وولاتنا لكشف المفسدين والإرهابيين والدواعش الخوارج والحزبيين والإخوانيين وكل من أراد فسادا، اكشفوه وافضحوا، ولكم أجر في ذلك. واجتمعوا ولا تفرقوا، واسمعوا وأطيعوا لولاة أمرنا. وفق الله الجميع وسدد الله الأقوال والأفعال. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد كما أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحوثيين، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحوثيين، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحوثيين. اللهم مكن لرجال أمننا من كل إرهابي وداعشي وخارجي، اللهم مكن لهم وسددهم ووفقهم، اللهم احفظهم وجنودنا بحفظك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخى الرخاء وسائر أولاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والربا اللهم ادفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمنكرات والمظاهرات وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهد لما تحب وترضى واجعل عملهم في رضاك وسائر ولاة المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ووطننا وعقيدتنا وحكامنا وعلماءنا وشبابنا وبناتنا بسوء أو مكيدة أو إرهاب أو خروج أو تفجير اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد، اللهم احفظهم على رؤوس الأشهاد، اللهم مكن لرجال أمننا منهم، اللهم مكن لرجال أمننا منهم، يا قوي يا جبار انتقم لنا منهم بقوتك وقدرتك يا منتقم من الظالمين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن أحبنا وأحببناهم فيك ولمن أوصانا وأوصيناهم بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيوننا بصلاحنا وصلح أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وقراباتنا وجيراننا وسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.